يا أخي نحن ناس مساكين ساي، الله جابنا ورانا السلفية، بصرنا، كنا في عمى، كنا في حزبية، كنا ندافع ونحن لا نعلم. بس قالوا، بس قالوا المنشور رغم كذي المجتمع تعال. يا أخي أنا مرة بقوني في مجلس الشورى لياس، أنا ما عارف شاوروني في شو. مرة بقوني أمين على 9 مجمعات جامعة أم درمان الإسلامية، أمين عليها، لياسي لا استلمت الأمانة ولا رجعت. تعشروا هلو تجي اجتماع سريع في شنو؟ والله دارين نعمل أسبوع كويس، أسبوع فيه منو؟ فيه محمد الأمين إسماعيل، ونحن دراويش ماشيين ساي. الله بصرنا، الله اداك نعمة بعد داء، عرفت الحق، أثبت. والحق ده يا ناس كتاب سنة بمنهج منه السلف يتغيروا ما تغيروا. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا. قال أنس ابن مالك أحسب أن هذه الآية أنزلت في عمي أنس ابن النضر وأمثاله، كنا نقول إنها نزلت في أمثاله. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا شنو؟ تبديلا. بدلوا ودرد علي محمد مصطفى، الصحابة كانوا ناس دنيا زمان لما كانوا ناس دنيا، طيب بعد الرسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم بقوا ناس دنيا؟ إن قلت بقوا ناس دنيا معناها تبدلوا، والله قال وما بدلوا تبديلا، وإن قلت أصلن هن ناس دنيا معناها كذبت القرآن، انت دخلت في مقص. لأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ديل. يا أخي أنا أتكلم فيهم، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ما قال حزنا، انتبه للآية دي، قال حزنا. الحزن بفتح الزاي يعني الشدة، والحزن الألم الذي في القلب على الماضي. الناس اللي يقول شدة لما بكوا السبب شنو؟ حزنا ألا يجدوا ما يأخذون ويتقاتلون، ولا ما شنو؟ ما ينفقون. يا ناس توبوا إلى ربكم وارجعوا إلى مولاكم. محمد مصطفى توب سريع قبل ما يجيك ملك الموت تتورط تجي في يوم القيامة. ده قدامك معاوية وده علي بن أبي طالب، تقدر تقول لي يا معاوية انت ذاتك صحابي مش هاي، انت قاتلت ده مش هاي، قاتلت عشان السلطة، تقدر يا محمد مصطفى؟ انت قايل دنيا بس، دنيا دي ضيقة يا أخي. يا أخي الشيخ محمد صالح العثيمين قال تراجعت، هذه قال بعضهم لا يقولها، قال تراجعت يقولها العلماء، وقال هذا يدل على العلم في شرحه لرياض الصالحين، تراجعت يقول أنا أخطأت وأنا متراجع. يا أخي عمر بن الخطاب بيجي للرسول بيقول له أخطأت في حق أبي بكر، أبو بكر بيقول له بل أنا أخطأت في حقي. انت شنو يا اخي؟ من انت وماذا تريد وماذا تكون؟ انت يا اخي تقول انا سلفي نسبه للسلف وتطعن فيه وتغش نفسك وتغش الناس اللي حولك، تقول انا بقول الصحابه افضل ناس، هسه انا اقول اخونا ده افضل زول زاهد ما عنده للدنيا شيء، مدحته ولا ما مدحته؟ ثاني بكره اقول اتكاتل في السلطه لكن زول تمام، دي مقبوله يا أخي؟ ما مقبولة. أنا أقول الزول دراجل أسد شجاع زول غيور، بكرة أجي أقول والله الزول ده مرته في واحد شاغلة قدامه سكى ازاي، لكن أقول لكم شيء، الزول ده شجاع وغيور، دي بتتلمى تقول أفضل ناس وفي السلطة تكاتلوا؟ يا زول أنت رشدك وين؟ عقلك وديت وين؟ وين؟ توب لربك يا اخي، ده بيجاي اسماعيل عثمان توب.
خلي لخبطة اللي بتسوي فيها توب إلى الله تعالى، ما تتعلق بشخص. سلفية دي واضحة نظيفة، يتعلم وشيل السلفية كلها بعلمها وأخلاقها وعباداتها، ما تبقى سلفي تقول أنا بجغم ده وبردم ده وبكشف ده، والكبير ما تحترمه والصغير ما توقره، والدائرة الحق ما يكون عندك شفقة به، لا ده ما من منهج السلف. سلفي في كل شيء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.